أغلبية الجنود الليبيين مشاركين، وفيه ضيوف من خارج ليبيا، من تونس والجزائر ومصر والأردن. وطبعا الإقبال يعتبر نسبيا مقبول جدا، يعني نسبة للضعف الإقبال بشكل عام يعتبر إقبال رائع، يعني نسبيا ممتاز. وانطباع الناس، يعني انطباع الجمهور الليبي بدأ يعني يعرف اللوحة وين تندار وكيف، بدأ يفهمها يعني بالضبط، يعني بدأت تنشر ثقافة اللوحة الفنية في البيوت الليبية. فهنا يعني دخلت ثقافة الفنون التشكيلية البصرية هذه بشكل عام للمواطن الليبي. هذا المعرض حقيقة يعني كان معرض رائع جدا، برزت فيه بعض الشباب والشابات، وكان معرض جميل ورائع حقيقة. يعني كنت نتمنى أن الأعمال تاخذ راحتها أكثر من هيك، أكثر من موجود الآن، ولكن نتيجة أنه العدد أنه لا يقل على 70 فنان وفنانة، وهذا اللي خلى الأعمال المتقاربة بين بعضها. وأنا أتمنى أن كانت القاعة تكون قاعة واحدة ويكون فيها الأعمال جميعها، ولكن الظروف هي اللي تخليك تحكم عليك أنك أنت تديرها بالكيفية الموجودة. ولكن هذا العمل اللي الآن اللي هو يتمثل في المعرض هذا الآن، أنه هو هذا عمل دولة مش عمل خواص. الحقيقة اللي قامت به دار اسكندر، حتى الدولة تعزز مرات أن هي تقيم به بالكيفية اللي موجودة هدية. وأنا أشكر جزيل الشكر دار الاسكندر للأعمال الفنية وبما في ذلك العامل بها.